السلام عليكم، معاكم رشن جيدي. حتكلم اليوم عن نصائح للاختبار الإنجليزي، خاصة في قسم الكتابة وقسم القراءة. الاختبار الفاينل درجات القراءة والكتابة طبعا أعلى من اختبارات المترم، وعليه مرة يعني نسبة أعلى، بس بالضبط كم هي ما أدري. فالحين النصائح اللي بعطيكم إياها، فالنصائح اللي الحين بعطيكم إياها مو شرط أنها تناسب الكل، فالشخص ياخذ الشيء اللي يناسبه ويترك اللي ما يناسبه. أول شيء ببدأ فيه reading comprehension. قبل الاختبار قيموا نفسكم في القراءة، إذا تحسين أو تحس أن تحتاج زيادة تدربوا في هذا موقع. بوقت الاختبار لما تيجي القطعة، أفضل شيء قراءة العنوان والانترودكشن عشان نفهم المحتوى العام اللي حيتكلم عنه. بعدها تسوين skim and scan للقطعة كاملة، وتدورين جنب كل مقطع الفكرة الرئيسية اللي تتكلم عنها بخط صغير. بعدها نروح للأسئلة ونقرأ السؤال، نحط عند كل كيورد دائرة عشان ننتبه ان هذه النقطة اللي قاعد يسأل عنها السؤال. ناخذ السؤال الاول، ايش الكيورد حقتها؟ نروح للباراجراف الايديا حقتها نفس الشيء. نقطة مهمة ان تبحثين على المعنى الملائم لها، مو لازم تكون الكلمة الكيورد نفسها موجودة. فرضا مثال نعطيه الحين، السؤال تكلم عن التايدل ويفز، هذه كانت الكيورد. اروح للباراجراف لقيت انه يتكلم عن when the sea goes up and down، نفهم منها، فإحنا نفهم منها أن the sea goes up and down هي نفسها tidal waves، فمو شرط تلاقين الكيورد نفسها موجودة في الباراجراف. وأخيرا بعدين ما تحلون كل الأجوبة وصار عندكم وقت زايد طبعا المراجعة، وسودعوه الله. الحين نجي للرايتنج. عادة يعطون يا موضوعين يا ثلاثة، وأنتوا تختارون واحد منهم. لما تقرون الموضوع اقروه يعني بدقة، واهتموا ايش هي النقاط الرئيسية اللي يبونكم يتكلمون عنها وكيف يبونكم. فضلا هل هي compare or contrast or analysis او اي كان. فعادة السؤال يكون write 5 paragraphs. The first one is introduction. The three are main paragraphs. And the final one is the conclusion. طيب كيف اختار الموضوع اللي احسه يناسبني؟ اختاروا الموضوع مو اللي شكله سهل، ولكن اللي تحسين تطلع منك منه فلسفة واجد، لانكم تحتاجون. طيب كيف أعرف الموضوع اللي حيكون فيه فلسفة بالنسبة لي؟ طيب أطالع المواضيع وحاول أن أطلع أفكار رئيسية لها، بحيث أروح للموضوع اللي أحسه راح يطلع مني فلسفة، أروح أحط جنبه ثلاثة الأفكار الرئيسية حقت الـ three main paragraphs. طيب كتبت الـ three main ideas، تحطون تحت كل main idea three sub ideas اللي حتطلع منكم كل واحدة منها تقريبا جملة أو جملتين. فأنتوا إذا الحين خلصتوا كل هذه الأفكار حطيتوها، تعتبرون أنكم سويتوا brainstorming كامل، وتوكلوا على الله وابدوا. لما تبدون بالintroduction، حلو أن نبدأ فضلا بسؤال أو مقولة تجذب القارئ، وبنفس الوقت حيسهل لك أول جملة. كمان في الintroduction نقطة مهمة، أن الأفكار الرئيسية اللي حتتكلمون عنها حتكون مذكورة في آخر جملة في الintroduction، يعني I'll be talking about this and this and this. الحين three main paragraphs كيف أبدأهم؟ كلهم نفس الطريقة. طيب first sentence تكون توضح الفكرة العامة للمقطع، بعدين الأفكار الفرعية اللي سويناهم بالبداية في brainstorming ندرجهم في جملة أو جملتين، بحيث مبدئيا على الأقل صار عندك four sentences. الحين كل main paragraph لما يجي نهايته يكون واضح أن this is the conclusion sentence وأن انتهينا منه، ونفس الشيء تعيدونه في كل main paragraph الباقين. وأخيرا conclusion، بحيث تختصر كل المحتوى اللي تكلمتي فيه بشكل مبسط، ويكفي ان تكون الكونكلوجن كاملة ثلاث جمل. وحلو ان نختتمها بنصيحة، وانتو قاعدين تكتبون في نقطة مرة مهمة، اذا جت كلمة جت على بالكم وما تعرفون السبيلنج حقها لا تكتبونها، اختاروا كلمة ثانية. جانا مرة ان اكتبوا عن importance of global cooperation. طيب نلاحظ بالintroduction بديت في كود، بعدها بآخر جملة كتبت أهم الثلاث أفكار الرئيسية اللي هتكلم عنها في كل main paragraph. نطالع الحين المين paragraph الأول. أول جملة لاحظنا فيها أنها هي الانترودكتوري، ووضحت أني هتكلم عن الاير pollution. فكانت السب ideas what are the causes of air pollution and how global cooperation solved it in two ways. فتكلمت عن الـ causes، بعدين الـ role of global cooperation in two sentences, firstly and secondly. والباقي الـ main paragraphs تسوونها نفس الطريقة. بعدين جانا الـ conclusion، اختصرت كل السالفة في خلال هذا السطرين اللي باللون الأصفر، وبالنهاية عطيت نصيحة على global cooperation.
والحين بنزل لكم صورة الأسئلة اللي كاتبتها كامل. If you want to capture it, capture it. وبس خلصنا، الله يوفقكم ويسهل أموركم ويسهل لكم اختبارات يا رب. وإذا عندكم أي سؤال موجود حسابي بتويتر، فأهلا وسهلا.